السلام عليكم، غدا نوريكم واحد الطريقه كيفاش غدا ممكن انني نحول الاستماره اللي غتكون على شكل وورد او لا على شو تكون هكا على شكل وورد، غدا نحولها الى استماره الكترونيه. ممكن اختبار، ممكن اسئله ثقافيه، مثلا عندي اسئله ثقافيه بغيت نرسلهم للطلاب ولا لبعض المتسابقين وخصهم يجاوبوا لي عليها هكا. المهم انا غدا نوريكم واحد الطريقه كيفاش انني نعتمد عليها. بحال مثلا انا عندي هنا عندي واحد الاستماره كتجي عندي هذه الطريقه ديالها كتجيني سهله، انه مباشره بضغطه الزر كنقدر انني نجاوب. فانا ما غاداش ندير لكم ديال المسابقه، غدا نعتمد لكم غير على ديال واحد الاستماره. انا ما نصححش هاد الاستماره كيفاش هي في الاول، ولكن غدا المهم الهدف ديالي هو انني نوريكم غير التقنيه. الهدف هو الاساسي دابا هو التقنيه كيفاش تعلمونها. المهم انه خصني ضروري نكون فاتحه جوجل هكا ويكون عندي جيميل مفتوح، ديجا الجيميل يكون عندي مكونيكتي، ومن بعدها كنمشي لهاد التطبيقات ديال جوجل كنضغط عليها كنضغط على جوجل درايف. فانا فاش كيخرج ليا جوجل درايف، اول حاجه ممكن انه ندير اللغه اللي انا ممكن انني نخدم بها، نقدر هكا ندير. ممكن انه الا كانت عندك بالفرنسيه بغيتي تحولوا للعربيه، ممكن الا كانت عندك بالعربيه وما ما كتقدرش تضبط العربيه فممكن تجي هنا ودير تغيير اعدادات اللغه وتحولوا اللغه الفرنسيه. هنا غتجي دير بحال هكا، اما الفرنسيه او الانجليزيه. وإلا كانت عندك بالفرنسي، وإلا كان عندك بالفرنسي بغيتي تحولو العربية فغادي تكتب مباشرة العربية ويخرج لك ودير تم، فهكا غادي يخرج لك بالعربية، يخرج لك بالعربية. مثلا إلا كنتي انت محتاج أنك الاستمارة تفهمها أكثر وبعد الأمور اللي غتفهمها أكثر، فاستعمل اللغة اللي غتقدر تضبطها، إما إلا كان عندك بالإنجليزية حول العربية وهكذا. مهم على حسب شنو كتضبط بشكل أكبر. على أي غدا نمشيو هنايا الجديد، كنضغط على الجديد كيظهر ليا هنا المزيد، هنا المزيد. فهاد المزيد هو اللي غادي نعتمد على نماذج جوجل. نماذج جوجل هي اللي غادي تقدر تحول لنا داك الاستماره الالكتروني. فانا فاش كنضغط على نماذج جوجل، نحذف هذه باش ما تبقاش تبان لي هنا، هنا كيطلع لي نماذج جوجل. لاحظوا معايا هنا عندي نموذج بدون عنوان وهكا سؤال بدون عنوان. فانا غادي نوريكم هادو كلهم، هاد الادوات كيف يمكن الاستعمال ديالهم. هنا عندنا الاستماره، ها هي مثلا عندنا الاستماره العنوان ديالها هو تاثير العنف المدرسي، نسميه هنايا تاثير. شو انا كنستعمل دائما كنترول سي، ولكن غادي نوريكم حيت انا ديما كنستعمل كنترول سي، هي نسخ كنترول سي. الى كتب لكم هنايا كنترول سي، هنا كندير كنترول في باش كتجيني ساهله، في كنترول في. هنا غدا نحاول انه دائما كتكون عندنا واحد المقدمه بغينا نعطوها لذاك الشخص اللي غادي يجاوب. كندير هنايا نفس الطريقه نسخ، راه الا درتو كنترول سي كتجيكم سهله، كتجي هنا كدير كنترول في كتجيك عاود سهله. لصق من بعدها الى لاحظتوا معايا هنا هنا كيكون العنوان، هنا كتلاحظوا هنا اضافه سؤال. الا بغيت نضيف سؤال اخر
هنا الا بغيت يعني الاسئله اللي انا سبق استعملتهم يعني استعملتهم في نموذج اخر وبغيت نرجعهم بلا ما نعاود نكتب، بحال مثلا انا هذا يعني فايت لي انني درته، ممكن انني ندير استيراد الاسئله وغادي يخرجوا لي الاسئله كامله بلا ما نبقى نعاود فيهم. هنايا ممكن انني اضافه عنوان ووصف، يعني نضيف واحد العنوان، هنا ممكن اضافه صوره، هنا ممكن اضافه فيديو، وهنا ممكن اضافه قسم. لنفرض ان مثلا غادي نضيفو قسم نضيفو قسم مثلا هو قسم المعلومات، المعلومات العامه، عندنا واحد القسم غنديرو قسم المعلومات العامه، او لا ممكن ما نديرش معلومات عامه وندير مباشره نحدد. فشوف انت شنو شو كيفاش بغيتي، انا غادي نحيد وندير اضافه قسم على اساس انه غندير المعلومات العامه، على المعلومات عامه انا نكتبها مباشره المعلومات العامه، هنا كنشوف الرجاء وضع دائره حول الاجابه، حول الاجابه التي تتوافق معك. ممكن انني نفس هذا غادي ندير له نسخ، وبما انني انا ما غاديش نعتمد على رجاء وضع دائره حول الاجابه التي تتوافق معك، مادام عندي هنايا ما عنديش ندير الدائره، ندير الرجاء الضغط، الرجاء الضغط على الإجابة التي توافق معك. ومن بعدها كندير إضافة سؤال، كندير السؤال هو هنا مثلا هما كاتبين الجنس ذكر أنثى، ممكن أنك تدير الجنس، ممكن دير النوع. المهم أنا قلت لكم أن الهدف ديالي ما غاداش نصحح الاستمارة، ولكن الهدف ديالي هو الاخر يعني فهم كيفاش غادي ندير. هنا مثلا عندي ذكر، هنا انثى، صافي هي مباشره ملي كيعطيك ذكر انثى حيت هو كيف ما قلنا انه كيبقى عنده الذكاء الالكتروني. كان من ممكن انكم تختاروا بحال هنا، ما وضحتش لكم انه ممكن انك تختار فقره، ممكن اجابه قصيره، ممكن مربعات، ممكن قائمه، ممكن انك تقول له دير لي تحميل. فهنا عندي انا هو انا مثلا عندي غير خيارات متعدده، خيارات متعدده او الدائره، هذه الدائره هي اللي كتعني ممكن اننا نختار واحد لواحد منهم. اوكي، وكنقول لهم ان هذا الجواب راه مطلوب، راه ضروري انكم تجاوبوا لي عليه، الا ما جاوبتوش لي عليه بلا ما تكملوا لي الاستماره، وما يمكنش لهم يرسلوا لي الاستماره الا ما جاوبوش لي عليه. فكنجي هنا مثلا كندير هنا مثلا الخبره، الخبره كنجي عاود كندير هنايا عندي اختيار، كنشوف شنو بغيت انا، واش اختي خيارات متعدده ولا فقره ولا اجابه قصيره. الا درت اجابه قصيره غادي يجاوبوني هي الخبره مثلا، هما يحدوا لي، ولكن انا نسهل حتى على الاخر، ندير له مثلا ندير له هنايا الخبره، الخبره مثلا ندير الخبره اقل من 5 سنوات، اقل من 5 سنوات. هنايا من 5 سنوات الى 15 سنة، هو كيرجعني الفوق، ولكن ماشي مشكل، كترجع عادي حتى راسك. هنايا اضافة خيار اخر، ولا إضافة غير ذلك، غير ذلك هو ممكن أنه يحدث غير ذلك. شنو هذيك غير ذلك؟ بغيت أنا ما بغيتش نخلي له غير ذلك، بغيت أنا إضافة خيار آخر، وغادي ندير غندير له أكثر من 15 سنة.
وهكذا. ندير له ان هذا طلب مطلوب. لاحظوا في المثال انه كان عندي هنايا مثلا الخبره، ولكن بغيت انا ما بغيتش نبدا بالجنس، بغيت نبدا بالخبره. مثلا هي عطيت مثال بغيت هذا خصو يكون هو الاول، السؤال الاول، فانا ممكن انني نقله. كيفاش كننقلو؟ هو انني كنضغط على الفاره من الزر الايمن، وكنحاول انني نضغط ونهزها، كنهزها باللاسوغي. لاحظتوا كتشدي غير بحال هكا، وكدير كتهزها بالضغط. المهم هذه مرحله. نمشيو نكملوا الاسئله. نديروا المؤهل الجامعي. المؤهل الجامعي نفس العمليه، هو دبلوم بكالوريوس كذا. نمشيو بغينا نفس يعني تقريبا بحال الخبره الجنس. نمشيو لهنا غادي يكونوا عندنا الاسئله تقريبا متنوعين. فاحنا عندنا المجال الاول هو اتجاهات المرشدين. اولا عندنا قسم اخر. الا بغينا القسم الاخر كيفاش غنديروا العمليه؟ كيف العاده اضافه قسم. هاي اضافه قسم. هنا غدا ندير لصق. ها هو عندي المجال الاول. كنختار سؤال. السؤال عندي يعتبر العنف وسيلة جيدة لرفع التحصيل. معارض، معارض بشدة، موافق، موافق بشدة. عندي بزاف الاختيارات في هذا السؤال. اما ندير له سلسله، معناها غادي يكون عندي الاختيار ديالو انه اما يبدا معايا بالمعارض الى معارض بشده، معارض بشده بحال انا نعطيكم النماذج كاملين، او لا نمشي بهذا الخيار ديال خيارات متعدده. نعطيو مثال هذه ديال السلسله. السلسله دابا عندي هنايا غادي ندير لصق. يعتبر العنف وسيله جيده. ندير مثلا اللي حط لي على رقم واحد راه معناه معارض بشدة، واللي ضغط لي على رقم خمسة بمعنى موافق بشدة. وكل ما هو كيبعد مني كيبعد من موافق بشدة، عفوا موافق بشدة، راه كيقرب لمعارض بشدة، وهكذا. احنا غادي نعطيو المثال في يعني في هكا في النماذج. شو غادي كل مره باش توضح لكم الفكره، هو انه غادي نديروا هذه معاينه باش معاينه تجيني ساهله. غادي نحيد هذيك الزامي ضروري، غنحيدها لهم كاملين باش تجيني ساهله نقدر نشوف اي حاجه. لما نحيد غير دابا بما لانني في مرحله، مثلا المرحله ديال هي معارض بشده، هي توضحت لي معارض بشده. معارض بشده كاينه 1 2 3 4، بمعنى انه الا دار لي معارض، اذا ضغط لي على رقم واحد معناه معارض بشده، ضغط على جوج معارض معارض، ضغط على ثلاثة محايد، ضغط على أربعة موافق، ضغط على خمسة موافق بشده. هذا هو السميث. انا غنقول لكم كيفاش نديروا لها معاينه. كنجي هنايا فين كاين هاد العين، كنضغط عليه باش نشوف الاستماره ديالك كيفاش هي. لاحظوا حيت انا ما دايرش هنايا يعني الزاميه، غدا نقدر نتحرك كيف ما بغيت. ولاحظتوا صافي، يعني هذه هي الطريقه كيفاش غادي تبان ليا الاستمار. واضح؟ نرجعوا غير لها هنا ونسدوا هذه، نرجعوا هنا وغادي نديروا اضافه سؤال اخر. اضافه سؤال اخر هو مثلا ارى ان العشر الاوائل من المدرسه هم من الطلبه الذين يمارسون العنف بكثره. هنا ما بغيش ندير ديك السلسله، بغيت ندير ديال الخيارات متعدده. ف
فعندير مثلا معارض بشدة، معارض موافق او لا محايد، موافق موافق نا موافق بشدة. لاحظتوا الا بغيت نمشي بنفس السيستم ديال معارض معارض بشده في الاسئله الاخرين، غندير تكرار، غندير تكرار وغادي نبدل غير السؤال الاول على سميتها بحال مثلا عندي افضل استخدام للعنف، غندير هذا وندير لها وندير هذه العمليه، نمسح هذه بعدا باش ما تبقاش تبان ليا، نحيد هذا السؤال ونعوضه بسؤال اخر. لاحظتوا او معرض الا بغيت هذا السؤال ديال السلسله هو اللي بغيته، يعني نضغط عليه عاود وندير تكرار ونمشي للسؤال اللي انا بغيت ندير ليه نفس السياسه ديال السلسله، ندير هكا نص وندير نمسحو وندير. لاحظتوا هكا دابا ما يمكنش انني نستمر في الاسئله حيت هما تقريبا متشابهين، ولكن نضيف لكم شي سؤال اللي ممكن انه نحتاجو فيه مثلا رايي، ما رايك مثلا في شيء ما، مثلا بغيت نضيف شي حاجه اخرى يعني ما عندكم شيء مثلا ما كايناش، مثلا بغيت انا نضيف بغيت نضيف شي سؤال اخر، غادي تفعلي البيسي سؤال اخر وبغيت نضيف معاه صوره مثلا، مثلا سؤال ما رايك في الصوره الثانيه التالي عفوا، وكنختار صوره اما من بحث الصور من جوجل، مثلا ندير انا العنف المدرسي، العنف المدرسي ونشوف الصور اللي غادي يطلعهم ليا بحث جوجل، واش غادي تطلع لي شي صوره ما طلعش ليا او اللي كان عندي في البيسي انني غادي ندير فانا كندخل على العنف في المدارس، العنف في المدارس مثلا، وكنخرج لي هاد الصوره، كنضغط على هاد الصوره مثلا، انا الهدف ديالي غير تعرفوا كيفاش ممكن انك تصيبها، مثلا مثال مثلا انا بغيتها نديرها في الوسط او لا بغيت نحذفها او لا بغيت نغيرها بوحده اخرى، فكنضغط عاود كنشوف هنا واش عندي في الكاميرا واش عندي في الصور واش عندي كذا في هذا، وكنبحث من بعدها صافي كنعطيه مثلا هنا كندير خيار هو انه الاجابه بغيتها تكون ليا في اجابه اما قصيره اما فقره، فانا كنقول مثلا بغيت في اجابه قصيره، هنا غادي يجاوب ليا اجابه قصيره على رايه في هذا الاستمرار. كتبقى دابا العمليه الاخرى هي مثلا هو كيفاش انني ندير هذا الشيء كله مطلوب، حيت الا ما درتيش مطلوب اي واحد ممكن انه يجاوب، يعني يجاوب على الاسئله اللي بغى، غنديروا معينه باش نشوف، بحال مثلا انا بغيت نجاوب على الجنس ما بغيتش نجاوب عليه، غادي نجاوب على الخبره مثلا، نقدر نجاوب على الجنس وما نجاوبش على الخبره، فهكذا كندير مثلا التالي مثلا معارض بشده كنوافق عليها، كندير معارض بشده معارض بشده معارض محايد هنا موافق بشده، هنا كندير كنعطي الاجابات ديالي مثلا
وكندير ارث، ولكن راه ممكن انه شي سؤال ما يتجاوبش عليه كاع بمره. وهنا هذا هو اللي ما بغيناش، لا بغينا اي واحد اللي غادي يجاوب لنا على الاستماره بغيناه تكون اجابته يعني على كل الاسئله اللي عطيناه، او على الاسئله اللي بالنسبه ليا انا ضروريه مؤكده. ما جاوبش لي على شي سؤال ولا جوج ماشي ضروريا عندي ماشي مشكله، ولكن اللي كان غادي يغفل لي يعني يمشي لي التوازن ديال المعطيات، فمن الافضل انك تكتب له. او لكن لبعض الاشخاص اللي ما كينتابهوش كيبقى كيخدم ولكن ما كينتابش بانه شي سؤال اخر. وهذه انا نعطيكم واحد سميت واحد الاشاره، هو انه انا كانوا عندي الاستمارات عندي ورقيين وعطيتهم للناس وغيرهم، ولكن فاش بغيت ننقلهم للاكسل او لسبيسس او غيرهم فانا درتهم في هذه الاستماره الالكترونيه باش على الاقل غير يذكرني مثلا شي سؤال ما انتبهت ليه. مثلا فاش كنكتب ما يعني فاش كنكون كتعمر، ماشي كتعمر تقدر تمشي لك شي سؤال ولا جوج ولا كذا واخا هما معمرين عندك في الاوراق. فهذيك علاش كنت كنديرها وكنت ندير اجباري باش نقدر نفرغ بواحد الطريقه زوينه، كتساعد حتى في التفريغ. لاحظوا معايا، المهم حنا نرجعوا هنا نديروا هنا الخروج. نعم نجيو هنا نديروا دابا الاجباري، دابا نركزوا على الشكل ونركزوا على الامور الاخرى. نمشيو هذا السؤال نقول لهم انه اجباري، عفاكم جاوبوني عليه. هذا السؤال حتى هو اجباري، وهذا السؤال ايضا اجباري مطلوب، زعما ماشي اجباري بمعنى ولكن مطلوب، زعما مطلوب ما يجاوبوش، ما غاديش تمشي له الاستماره الا ما ركزش على انه عرفوا انه مطلوب ايضا. مطلوب، فانا ملي درت هادو كلهم مطلوب، دابا ممكن انني ندير اعدادات اخرى. فالاعدادات الاخرى مثلا خاصك ضروري تجي هاد البلاصه، نعاود نشوف نوريها لكم هنا فين كاينه الاعدادات. هاد الاعدادات هو انه مثلا بغيت الشخص اللي غادي يرسل ليا بغيت ضروري ما يحط لنا الايميل ديالو، او لا يكون على الاقل ندير بالايميل ديالو. ومثلا بغيت ان يكون عندي رد واحد من شخص، يعني من ايميل واحد يجيني غير رد واحد، ما يجينيش مثلا اربعه الردود خمسه الردود من ايميل واحد، وبالتالي ممكن انه ما تكونش داك الشيء عندي انا المعطيات صحيحه. فهذا علاش انا كنفضل انه مثلا عندي التقييد برد واحد، فالشخص ما غاديش يقدر يجاوب الا وهو مكونيكتي بالجيميل، او لا ممكن انا ندير له مثلا العناوين وهكذا. لاحظوا، فانا ما غاديش ندير حنت انا عندي هنايا غير يعني مثلا ماشي بالضروره انا دابا حنت غير كندير معكم في نموذج. مثلا هنا اللي درتو اجباري راه ضروري واجبار غادي يضغطوا، غير انا حنت باش نعطيكم النماذج ونعطيكم غيرها. يمكن للمجيبين تنفيذ ما يلي، التعديل بعد الارسال، يعني مثلا شي واحد نسى وعطى إجابة اللي ماشي هي، ممكن أنه من بعد ما رسل ممكن أنه يعدل، ممكن أعطيه هذا الحق ديال أنه يعدل، أو ممكن لا صافي عطيتيني المرة الأولى ما يمكنش لك أنك تعدل. ومسألة أخرى، واش يمكن ليه يشوف يعني يشوف البيانات والملخصات والردود النصوص الأخرى، واش يمكن ليه ولا ما يمكنش ليه؟ إلا ضغطت هذه بمعنى أنه يمكن ليه، ما ضغطت عليها أنه ما يمكنش ليه. كنمشيو لعرض تقديمي، مثلا واش ندير له مثلا اظهار شريط التقدم. هنايا الترتيب العشوائي للاسئله، ممكن انني نرتب الاسئله بالشكل كذا، ممكن انني نقول له شكرا جزيلا على تعاونك مثلا، نعطي بحال هكا شكرا جزيلا على كذا وكذا وكذا. هذا يعني هاد المعلومات كلها سرية مثلا، وانا هاد الشيء اللي وصلنا شكرا لك، يعني حتى الرسالة ديال التأكيد او تم الاستلام شكرا. فهما كيعطوك هنا لقى تم تسجيل ردك، هنا مثلا كيعطوك واحد كيعطوك مثلا شي اختيار.
هنايا جعل هذا الاختبار تعيين قيم نقاط الاسئله والسماح مثلا هادو اللي مثلا بغيتي دير هنايا فيما يخص الاسئله، واش هاد الاسئله يعني صحيحه غير صحيحه بالنسبه للاختبارات الالكترونيه. مادام حنا ما مديرينش ديال الاختبار الالكتروني هادي ما كاينش لاش انني غدا نفعلهم ونبدا نعطيه هذا فين عندي الجواب صحيح فين عنده ما عندوش الجواب صحيح. لاحظتوا اوكي كندير انا موافق، من بعدها كنجي كندير هاد المساله ديال تخصيص المظهر، المظهر اللي بغيتو تظهر به الصوره ديال الاستماره ديالي. فانا اما غدا ندير نختار الالوان، اما غدا نختار شكل اخر لون المظهر. هنا كنختار مثلا بغيت هذا اللون بغيت لون اخر، كنختار الصوره الا كانت عندي في البيسي ممكن انني نحملها من البيسي ممكن انني نحملها من سميتو. دابا انا مثلا انا على حساب الموضوع اللي عندي، واش عيد ميلاد طعام على حساب شنو الموضوع اللي انا عندي، فالموضوع هو اللي كيحدد لي نوع الصوره. كنختار مثلا انا اختاريت نختار مثلا هذه الصوره مثلا، وكندير ادراج او انساي. حيتو هما هاد اللون المظهر كيعطوه لك هما اختياريين على حساب، ولكن ممكن انني نبدلو. ماشي ميمكنش نبدلو، نعم اضافه ها هو كتبدل لي، فانا نخلي هاد البنفسجي جا هو هذاك. ممكن انني ندير زخرفي وهكذا. غدا نشوفو دابا المعاينه، نشوفو دابا كيفاش غدا تبان لينا، كيفاش غادي تبان لينا الاستماره ديالنا، ونحاولوا نعمروا واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه باش نشوفوا كيفاش غادي تطلع لينا من حيث الاسئله والاجوبه. هي هذه الاستماره ديالنا، تاثير العنف المدرسي على التحصيل الدراسي. كندير التالي. راه الصوره خصها فعلا تجي واضحه مع المضمون، غير انا عطيتها لكم غير كنموذج فقط. انا مثلا نجاوب على هذه الاسئله، مثلا ندير مره انثى مره ندير ذكر مره ندير كذا. هادشي كيعتمد على سرعة النت، واش عندك الانترنت مزيان ولا ما عندكش مزيان. لك عندك مزيان راه هو هذاك، واش عندك مزيان راه تصبر شي شوي. مثلا انا درت هنايا محايد، درت هنايا موافق معارض بشدة، درت هنايا موافق بشدة، ودرت هنايا سؤال جواب مثلا درت مثلا كذا ميم. المهم الهدف ديالي نصف. ها هنا كيقولوا لي واحد السؤال راه نسيتيه، هو لك راه هو مهم. هذا علاش كنقول لكم راه ضروري. كنقول لك هذا السؤال مع كيكونوا الاسئله متشابهين ما كينتابهش لهم الاخر، كنقول اه اوكي كنجاوب عليه وكندير ارسال. من بعد ما كنبقى ندير ارسال كندير هنا ارسال رد اخر. هنا الا ما كانش عند هذا الشخص عنده امكانيه ديال ارسال رد اخر راه ما يمكنش يدير ارسال رد اخر. وحتى الرساله اللي كان عطيناها لقد تم تسجيل ردك، ممكن انك تبدلها بشكرا، ولمزيد من المعلومات تواصلوا معي في الجيميل كذا. اي حاجه كتبتوها راه كتطلع لهم هنا ارسال رد اخر، حيت انا ما درتش اعدادات ديال انه الشخص يرسل لي مره واحده، حيت انا بغيت باش نجرب معكم ديال من ايميل واحد عن صيفط لواحد عدد كثير غير باش نوريكم كيفاش كيخرج.
نعاود مره ندير زيت الذكر، مره ندير اقل من كذا، مره ندير كذا. انا عمر واحد جوج استمارات ثلاثه غير باش نوريكم كيفاش كتطلع لينا في الاكسل. ندير مثلا ارسال نفس شي سؤال كنساه ما كنتابعش ليه، كيقولوا لي لا عندك نتابعي، نزيد عاود ارسال اخر مره اخرى، ومن بعدها نمشي نشوفو ندير انسى. ندير مثلا من 5 سنة إلى 15 سنة، وندير هنايا معارض، معارض بشدة، موافق، ندير موافق بشدة. هنا كنضغط غير اجابات عشوائية جدا. فارسل من بعدها من بعدها دابا انا نشوف انا كيفاش غادي نعرف انا الاستماره ديالي ونرجع لها مره اخرى. لنفرض مثلا انا هادو كنت صيفطتها من الناس، باش كتصيفطهم الناس كتصيفطهم اليوم من هنا من ارسال، كتصيفطوا اليوم هنا كتكتب اما هنايا البريد الالكتروني ديالهم وكتراسلهم، او لا هنا كتبارطاجي في الفيسبوك، او لا كتجي هنا وكتاخد هذا، كتجي هذا شوفوا هذا كتضغط عليه، كتضغط على الرابط وكدير له نسخ وكتصيفطو ليهم فاش ما بغيتي تصيفط له. واضح؟ من بعد انا مثلا انا هادشي كله وانا كنت ساداه وبغيت نعرف فين كاينه الاستماره ديالي، كنرجع عاود لجوجل نفس الطريقه بحال كيف دخلت لها المره الاولى. كيف دخلت المره الاولى غادي تدخلوا المره الثانيه وصافي. حدثت المشكله اثناء تحميل الكونيكسيون ما لقاش. اوكي من بعدها غادي يطلع لي غير كندير جوجل درايف. هاد المره ما غاداش نمشي ندير جديد وسير، حيت هاد جديد كنديرو غير شي حاجه جديده بغيت ننشاها. فانا كنمشي نشوف هذا اللي انا درته، هذا غدا نمشي ليه مباشره. شتي هو كيبان ليا هنايا الصوره ديالو، هذا اللي كنت حدلته واللي كنصايبته شحال هادي، ولكن هذا اللي يلاه صايبته كنضغط عليه. بضغطه الزر الايمن وكنلاحظ ان هنا كاينين عندي وصلوني ثلاثه الردود، وهذيك ثلاثه الردود انا اللي درتهم. انا غير كنوريكم راه ماشي. فانا كيوصل عندي ها الملخص، هذا الملخص من بين ثلاثه الردود عندي يعني جوج الاينات، ها هما جوج يعني 66.7%، هنايا واحد ذكر 33.3%، هنا عاود من ثلاثه الردود وصلني واحد جوج اللي عندهم الخبره من 5 إلى 15، والاخرين عندهم كذا، وكيعطيك هنا المفتاح ديالو. نفس الشيء بالنسبه اللي يعتبر العنف وسيله جيده لرفع التحصيل، فواحد يعني جوج اللي كيقولوا انهم موافق، غير موافق، معارض، وهكذا. هنا هذه الا درتي السلسله كتخرج لك بهذه الطريقه، يعني ديال الاعمده، وإلا درتي الاخرى غادي تطلع لك ديال هذا المبيان دائري. مبيان دائري هنا كيبان ليا ان الاخضر كتعني موافق، وهذا البرتقالي كيعني محايد. ما رايك في الصوره؟ فطلع لي هاد النماذج
اوكي. فانا بغيت هذا الشيء كله بغيته، ما بغيتش هذا السؤال، ما بغيتش ملخص بهذه الطريقه. بغيت كل واحد، كل فرد بوحدو، بغيت نعرف شنو داير كذا كذا. فانا كنمشي مباشره، نمشي هنا في هذه البلاصه، هنا انشاء جدول بيانات، انشاء جدول بيانات. فكنقول لهم انا بغيت انشاء جدول بيانات جديده، وغنسميه باش يبقاش يتلف ليا مع الاستمارات الاخرين. فاش نقول له هنا مثلا، هنايا العنف، نسميه مثلا العنف المدرسي، فنقوم بانشاء. وهكا غادي يخرج لنا الاكسل ديالنا، فيه طبع يعني فيه الوقت الزمني، وفيه الاجوبه على كل سؤال على حده، عن طريق سؤال يعني الشخص الاول، الشخص الثاني، الشخص الثالث، هكذا. غادي يكون عندك الامكانيه انك تحولوا الى مثلا تنزلوا اما على شكل بي دي اف، او لا على شكل اكسل، او لا على الشكل اللي انت غادي تقدر تخدم به، اما في لي سبيسيس او في الاكسل نفسه. شوف انت الطريقه اللي بغيتي تخدم بها. غير هو نوضح لكم واحد الامور فيما يخص الى كنتوا بغيتوا يعني عينه يعني حقيقيه، يعني حاولوا انكم تصيفطوا الناس اللي كتعرفوهم، ما تخلوهاش هكا مفتوحه، حيت بعض الاشخاص اللي ممكن انه يعمرها المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، وكيعطيك واحد المعطيات اللي هي ضبابيه وما يمكنش لك انك تحكم عليها. مساله اخرى هو انك حدد هذه المساله ديال الايميل، ان الشخص انه يجاوبني عليه عن طريق الايميل، باش تقدر هكا العينه تكون عندي معقوله. وشوف الاشخاص اللي يكون هكا صيفط لهم يعني اشخاص معينين، كلوا اجابه واحده يعني ماشي جوج الاجابات، وحفزوا على انه يجاوب لك على الاسئله ديالك. وهكا غنكون انني كملت لكم فيما يخص الاستمارات، وغادي تساعدكم بواحد الشكل كبير، سواء في الاختبارات الالكترونيه، سواء في المسابقه، سواء فيما يخص الا بغيتوا تعتمدوا عليها في خصوص البحوث الجامعيه، فغادي تعاونكم بشكل كبير، وبالتوفيق للجميع.